فحلم جديد بيبدأ كل يوم بينا وبنكمل تاريخ كل اللي قبلينا وجيل ورا جيل طموحنا يزيد وكتف يشيل وطوبة بتسند الطوبة ونطمن عشان خطوتنا محسوبة هيبقى الحلم مفيش تأخير لازم نبدأ بنفسينا رسالة جيل على استعداد سلاحنا نكون في عز الشدة شيء واحد ومهما يكون على الأحلام هنتعايد وخيرنا يزيد يعيد أمجاد اهلا بحضراتكم مره تانية ولسه بنواصل معاكم رصدنا لموسم حصاد القمح في محافظات مصر المختلفه. دلوقتي هنروح نشوف موسم الحصاد في محافظه الشرقيه وايه اللي اتغير كمان السنه دي. السنه اللي فاتت المحصول كان عامل ازاي، الانتاجيه كانت قد ايه ووصلت لقد ايه يا جمال؟ صحيح، محافظه الشرقيه السنه دي احتلت المركز الاول في زراعه القمح بمساحه تقترب من 400,000 فدان. كاميرا صباح الخير يا مصر كانت هناك ورصدت فرحه الفلاحين بهذا الموسم الاستثنائي. حرب خضراء بتخوضها الدولة المصرية من أجل أن تعود مصر سلة غذاء العالم كما كانت في السابق. والنهاردة في الشرقية بيبدأ حصاد الخير، حصاد الذهب الأصفر، النبات الأكثر شهرة في العالم كله. معانا النهاردة في الشرقية فرحة فلاحين هنرصدها من خلال حصاد الخير وحصاد القمح، خلوكم معانا. محافظة الشرقية تعتبر من أكبر المحافظات اللي بتزرع القمح. محافظة الشرقية عدد الأفدنة فيها حوالي 1,161,000 فدان، منزرع فعلي فيها 873,000 فدان، مزروع قمح عام 23 دوت 380,061. كمية القمح اللي موجودة تعتبر محافظة الشرقية من أكبر المحافظات اللي بتزرع قمح على مستوى الجمهورية ومن أكبر الموردين للقمح على مستوى الجمهورية للشؤون والصوامع بتاع التمويل. في بداية الزراعة بتبقى في تحضير للموسم، بنعمل منزرع فعلي ومستهدف للزراعة،
فبنحط مستهدف للقمح. احنا كنا حاطين مستهدف للقمح حوالي 400,000 فدان، لكن المشكله اللي حاصله او الدرجه على مستوى العالم بين اوكرانيا وروسيا قللت نسبه الاعلاف اللي موجوده في جمهوريه مصر العربيه، فقللت نسبه المساحه المنزرعه. فاحنا زرعنا الحمد لله وصلنا ل 380,000 فدان في محافظه الشرقيه. بدانا الاستعداد عن طريق اداره المكافحه واداره الارشاد الزراعي. الارشاد الزراعي عمل حوالي 750 حقل ارشادي في جميع انحاء المحافظه. بين الحقل الارشادي على الزراعه على مصاطب وزرع بالسيارات الاليه. زرعنا حوالي 37,000 فدان مصاطب، وزرعنا حوالي 58,000 فدان بالسطارات الاليه والسطارات العاديه. طبعا فايده السطارات الاليه والسطارات العاديه والمصاطب انها بتوفر في كميه التقاوي حوالي 25%، وبتوفر في كميه الميه حوالي 25%، وبتوفر في كميه الاسمده اللي بتتحط للزرع بنسبه عاليه جدا. دور المكافحه حضرتك بيبدا من قبل الزراعه، بيبدا من معامله التقاوي. لو احنا لو المزارع مش جايب تقاوي من المعتمده او معامله بالمطهر، احنا حضرتك بتعليمات وارشادات المكافحه لدعم المكافحه بنقول له يستخدم مطهر بمعدلات معينه قبل الزراعه بحيث عشان يقيه من الاصابه بالتفاحم السيئ. من مجرد ما المزارع بيزرع القمح بننزل نمر ونتابع سواء الحقول الارشاديه او الحقول العامه، يعني في كل اي حالات اصابه حالات كذا كذا بنكون احنا عليها بنفس التوقيت ومدات، وحتى تعليمات الاداره المركزيه للمكافحه ودعم المكافحه بالوزاره ان المدات مش بتتحط في الادارات. كل انواع المدات بتنزل الجماعات جنب المزارع بحيث المزارع يسهل عليه انه يحصل على المبيد بالاسعار بالجوده والاسعار المناسبه. اداره المكافحه من الادارات اللي هي لازم بتمشي جنب اللي جنب مع اداره الارشاد، اداره التقاوي، اداره الري، لان كل ده بيصب في مصلحه المزارع. احنا عارفين طبعا الارشاد طبعا كدور بالتوعيه مع المزارع، احنا كمان المكافحه مع الارشاد بننزل كل مراحل النبات وكل مراحل كمكافحه بالنسبه لنا، ان كل مرحله ليها افاتها وكل مرحله جويه لها افاتها، بننزل باشتراك مع الارشاد كندوات ارشاديه مدارس عقليه زي الموجوده. كل ده بيتم بالتنسيق بين اداره الارشاد ودار عمل المكافحه. دور اداره التسويق، اول حاجه دور توعوي، بنوعي المزارع لعمليه التوريد، بنشجعه لعمليه التوريد. ثاني حاجه بنعرفه السعر. ثالث حاجه ان احنا بنسكن مندوب من الزراعه في كل موقع استلام للقمح. ده طبعا من ضمن اللجنه المشكله اللي بيرأسها مديريه التموين. ده دوره ان هو يفرق بين القمح المصري والاقماح الغريبه اللي داخله او بتتورد. تاني حاجه بيسجل في كشوف الحصر المزارعين اللي وردوا. السنه دي الحمد لله السعر اترفع. السعر كان بدانا بسعر استرشادي 1000 جنيه، زاد ل 1250 جنيه واستقروا على 1500 جنيه. طبعا السعر كويس. بالفرق بين السنه اللي فاتت كان 870 جنيه. المشروع بالشراكه ما بين وزاره الزراعه والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ من قبل التعاون الألماني. احنا بيجي لنا المشاريع بالضبط علشان نعمل احكام لإدارة عملية الري الزراعي علشان ترشيد وتقليل استخدام المياه في المحاصيل الحقلية. المشروع ده بدأ بس من سنة 22، دي كانت بدايته شهر 7/22، دي كانت بداية المشروع بتاعنا ده. المشروع أحد مكوناته الأنشطة بتاعت المدارس الحقلية والإرشاد الزراعي، بنعمل فيها الممارسات الزراعية الموفرة للمياه في الري، وعلشان كده بناخد كل سيزون بنعمل مدرسة للقمح في الشتوي، الأرز في الصيفي، يعني بنغير المدارس على حسب المحاصيل المتوفرة عندنا. كله جيد 10/10، وزارة الزراعة وقسم الإرشاد وكلهم بصراحة ربنا 24 ساعة معانا. فرحة تابعناها لحظة بلحظة مع الفلاحين في الشرقية، لحظة الفلاحين سعداء بيها لدرجة إن هم بيعتبروها عيد سنوي، لأنه حصاد القمح بالنسبة لهم ده حصاد الخير، موسم الخير. الشرقية اللي بتحتل المركز السادس على مستوى الجمهورية في نسبة زراعة وتوريد القمح المصري. مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء.